السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الحال، أخباركم إن شاء الله تكون بخير يا رب. أول حاجة يا جماعة، كل سنة وأنتم طيبين. يعني احتمال بإذن الله أول رمضان حيكون يوم الثلاث، وكل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. والفيديو ده يا جماعة يعني علشان خاطر الممثل ماشي اللي اسمه محمد رمضان المستهتر ماشي بالنعمة، هو اللي عايش فيها، اللي ربنا كان ربنا كرمه بالنعمة بعد ما كان حالته والله أعلم زي الزفت ماشي، اللي بعد ما القضاء المصري حكم ان هو يدفع غرامة 6 مليون جنيه للطيار اللي قاعد ما لقيش شغل، اللي هو اسمه أبو اليسر، محمد أبو اليسر أو أبو مش عارف مين أبو اليسر. فبعد القضاء المصري ما لما حكم عليه، طب يا جماعة ياريت بس تشوفوا الفيديو ده لحظة. طيب يا جماعة، بعد ما انتوا شفتوا الفيديو، يعني الفيديو ده أساسا هل هو يعني هل الفيديو ده يرضي اي حد؟ طيب ماشي، طب يا جماعه فسروا لي ايه نظام الفيديو، ان هو بعد ما اتحكم عليه ان هو يدفع غرامه للراجل الطياره ابو اليسر بستة مليون، مسك الفلوس واشتغل يرمي فيها في الميه وهو نايم، هو نايم يعني ونايم في البسيم. طب ايه ده؟ يعني هل ده استهتار بالنعمة اللي ادها له ربنا، ولا استهتار بالقضاء المصري، ولا الحكم اللي خده ده مش رادع لي؟ يعني دي في تفسيري انا او تفسير اي حد، يعني ان انا الفلوس دي زي يكون معايا مثلا 100 مليون جنيه مثلا او 200 مليون او 500 مليون او مبلغ يعني وقدره، لما اجي انا مثلا يتحكم علي بعشرة مليون، امسكها ابعترها مثلا وارمي الفلوس دي كده وارمي دي كده وارمي دي كده. ليه؟ لاني انا مش همان الفلوس، يعني الفلوس دي تحت الجزمه، ايه المشكله 6 مليون؟ يعني بمعنى اصح ان الحكم ده مش رادع لي، يعني ممكن يعمل اي حاجه تاني ودواها فلوس، يدفع فلوس. فالناس اللي زي كده يا جماعه عاوزه تتعاقب عقاب رادع عشان ما يعملش تاني. ايه ذنب الراجل ايه ذنب الطيار ابو اليسر ده؟ ايه ذنبه لما هو يقعد في بيته من غير شغل؟ طب يعني انت لما انت راجل وعامل نفسك ممثل وتمام 100%، طيب يا عم اللي انت رميتهم دول ارميهم في دار ايتام تاخذ صوابه، ولكن انت بترمي في المية وحتشال منك النعمة دي. يا ربنا يكرمك بمرض والله اعلم، يعني ممكن فلوسك دي كلها ما تقدرش تعالجك منه، وان شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله بدام بتعمل زي كده بإذن الله. يعني افتراء يعني طيب ايه ده؟ يعني لما انا مثلا يتحكم علي مثلا بستة مليون واجي ارمي الفلوس، انا يعني بمعنى اصح اي حاجه تمنها فلوس، يعني لو فلوس تمنها مش مشكله يدفع عادي مش مشكله، ويعمل حاجه ثانيه لو يدفع فلوس يدفع عادي مش مشكله. ولكن الناس دي احنا مش بنشكك مثلا في نزاهه القضاء المصري، ولكن لما يكون ده حبس حبس الحبس رادع ليه، هو معاه فلوس يدفع. والله احنا مش بنشكك في نزاهة القضاء المصري، ولكن المنظر اللي نازل هو على اليوتيوب منظر يعني مش حلو. والواحد برضو يقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل، لان هو ما علمش غير الشباب فتح المطوة، مسك السنجة، شغل البلطجة. اذا كان انا معايا ابن صغير اللي يقعد يرقص يقول لي بام 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 بام، والله زي ما بكلمكم يا جماعه، يعني ايه اللي علمه هو
ايه اللي علمه محمد رمضان الحد الا كله فسوق؟ يعني ما فيش حاجة علمها لهم يستفاد بها حتى في الآخرة، الا كله فسق وشرب ورقص ومرة يكشف بطنه ويقول انا الملك وانا نمبر ون. انت مين يا ابوي؟ ملك مين؟ الملك هو الله، الملك هو الله. يعني لو واحد سمى ابنه بيسميه عبد الملك او عبد المالك، لكن انت ملك ايه انت؟ يعني فرعون كان ايه؟ النمرود كان ايه؟ ما انت بدام فلوس يعني تشبه بالنمرود، عاوز ايه تاني انت؟ ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل والله وربنا يهدي، ولكن الامور اللي بتتعمل دي من محمد رمضان مش امور شخص متعلم او ممثل. يروح فين يعمل في الممثلين؟ يروح فين في عادل امام؟ يروح فين في الناس الثقيله دي؟ يروح فين؟ طب احنا لو قعدنا نقول نمبر 1 يبقى نمبر 1 هو عادل امام في مصر. يروح فين في فارس شوقي؟ يروح فين في الناس المحترمه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الواحد اندمج يا جماعة، بس والله يعني الموقف اللي احنا شفناه ده مش عجبنا بما يرضي الله والله. والسلام عليكم ورحمة الله. واللي مش مشترك في القناة يا جماعة يشترك في قناتنا ويفعل الجرس ويعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.